السلام عليكم وأهلا بكم. إذا كنت مشاهد جديد ندعوك للاشتراك معنا في القناة لمتابعة كل جديد. السلام عليكم وأهلا بكم. اليوم سننقلك عزيزي المتابع للحظتك الأخيرة في الحياة، متمنين لك طول العمر وحسن العمل، ولكنها النهاية التي لا بد منها. دعونا نسألكم في البداية، ما هو إحساسك تجاه هذه اللحظة الأخيرة في الحياة؟ ما الذي سيتغير في رؤيتك وتفكيرك وأولوياتك في تلك اللحظة الصعبة والعصيبة؟ هيا بنا نستحضر مع بعضنا حديثا نبويا كريما حفظناه في الصغر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. لحظة من فضلك، هل سمعت من قبل عن كتاب أكثر 5 أشياء تندم عليها عند موتك؟ حسناً، إنه كتاب لممرضة أسترالية تدعى بروني وير، التي كانت تصحب المرضى وكبار السن الذين يعيشون أواخر أيامهم ويحتاجون إلى العناية الخاصة أو ما يسمى بالرعاية التلطيفية، وتسألهم عن أحلامهم وأمانيهم وتدون ما تسمع. هذا الكتاب ترجم إلى نحو 30 لغة، وقد حظي باهتمام بالغ، وهو يستحق القراءة والتأمل. دعونا الآن نذكر ما توصلت إليه هذه السيدة، حيث توصلت إلى 5 أشياء يتمناها المرء عند موته. أولاً: أتمنى لو كنت عشت حياتي كما أريد أنا لا كما يريد الناس، أن يكون سعيي لتحقيق أحلامي وليس لتحقيق أحلام الآخرين. وهذا يعني أنه يجب علينا تحجيم أو عزل تأثير من حولك عليك حين يكون سبباً في تجاهل متطلبات الذات وحاجاتها وأمنياتها وأحلامها. ثانياً: أتمنى أن أكون عملت بشكل أقل، فالانهماك المفرط في العمل يكون على حساب الراحة والسعادة، وقد تكسب المال أو المنصب أو الشهرة ولكنك تخسر ذاتك. انتبه هنا، فقد قالوا قديماً: العمر ينتهي والعمل لا ينتهي، فأعطي نفسك حقها. ثالثاً: الحفاظ على الأصدقاء، فهم أشجار الحياة وعدة النوائب، ولا يجب أن يشغلك عنهم شاغل، خصوصاً النجاح والثروة والحضور الاجتماعي. وحين تقابل الناس وأنت في طريقك للصعود، فعليك أن تهتم بهم، لأنك ستقابلهم في طريقك للنزول، فحق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. رابعاً: التعبير عن المشاعر، إنها كانت ضمن 5 أشياء تمناها البعض عند موتهم، فالتعبير عن المشاعر سواء الإيجابي منها بالإفصاح عن الحب والرضا والإعجاب والشوق والامتنان، أو السلبي منها بالعتاب والنقد على مواقف حدث فيها أن أساء إليك أحدهم أو تخلى عنك أو غدر بك، فلا تترك الألم يقرقع بقلبك، بل أفصح عنه بنوع من البوح الذي يخفف الضغط والكبت الذي تشعر به. خامساً: الإحساس بالسعادة والاستمتاع بالأشياء المتاحة، وإدراك أن السعادة ليست شيئاً ننتظره، بل علينا أن نذهب إليه ونكتشفه في تفاصيل الأشياء وصغائرها. وعلى أي حال، فقد اعتمدت بروني وير في تأليفها على سؤالها المرضى في أواخر أيامها، أي الذين لم يبق في حياتهم سوى أيام معدودة وفق تقارير الأطباء، والأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، فوجهت إليهم سؤالاً: ما الأشياء التي ندموا أنهم لم يعملوها في حياتهم، أو أنهم يتمنون لو أنهم عملوها خلال حياتهم؟ ولخصت أشهر إجاباتهم في الأمور التي ذكرناها. وأخيراً: عندما يصل الإنسان إلى فراش الموت، فإن الرغبات ليست صعبة المنال فقط، بل تصبح في عداد المستحيل. فيا عزيزي، أمسك ورقة وقلم واكتب أمنياتك وأحلامك وأهدافك، واغتنم أوقاتك، وعش حياتك متفائلاً سعيداً مرضياً لله سبحانه وتعالى، ومرضياً لنفسك ولمن حولك. أخبرنا أنت، ما الأشياء التي تتمنى فعلها
ولم تفعلها حتى الآن، وبعد ذلك بادر لفعلها.